شوف ما نسولك اه انا بحكم التخصص ديالي في العقار الديور تمايا اه شحال تتبدا كداش لافري الميتر كاري شي لعيبه هذا شي معلومه شو تشارش نعطيك معلومه اه ونقدر نعطيك انك دابا تقدر تجي تشري هنايا تشري ابارت تشري ستوديو ابتداء ستوديو هنايا حدا البحر تقدر تشري ب 16 17 مليون هاد الوقت صحيح والله تقدر تشري ابارتومو او حدايا دابا هنايا فيهم وتقلب لي الكاميرا نشوف قلب لي الكاميرا نشوف فين بغيتي تشوف نبقى نشوف نشوف الموقع كي داير الفيو كي داير اوكي شوف لون شوف انا من الطبيعه ديالي هو كنخرج من داك الكادر الاكاديميك اها تبارك الله شوف لا ما كاين لا فيزا فيلا والو كاين اسباس اللي نلعبوا ديال الصغار البحر البحر تمايا اه الله يونس يونس قول لي ما بغيتي تشري لك شي وحده هنايا قول لي قول لي قول لي انت اه ولا بغيتي تقول لي بشحال شريتي وشحال متر كاري شحال شريت انا وشحال متر كاري الا بغيتي الا بغيتي ما بغيتيش صافي قول لي عوج انا ماشي على ما بغيتش انا نبغي قول لي انا تقريبا قول شي حسبات لي قلت 30 كم 30 كم عايش سعد صحيح شحال 30 كم والله 30 كم 30 كم كل يوم بتنوطي وكل شيء اما هذاك الشيء ما غاديش هنايا راه المهم راك شي راه يبان لك في الفيديو هذا الفيديو في اليوتيوب كيفاش شريت الدار يعني السيد تعامل معايا واحد السيده كانت تعاملت معايا هنايا 30 كم اللي كانت بدات تيصال 30 كم وراه كاين ماقل دابا زعما كنت دابا حيت طاحت الليره تقدر تلقى ماقل انا ماشي انا خديتها المهم انا السيده اللي خداتها لي وانا كنت غناخذها ب 24 قول لي دابا تما يا تما الناس ما كاينش بوزبال والو هاد البلاصه هاد البلاصة معروفة بالأجانب حيت في جهة أوروبية معروفة ب اش كتسميو معروفين دوك صحاب الخارج كيجيو كيشريو هنا باش يجيو يصيفوا فهمتي دابا آه. نشرح لك دابا السيدة اللي كانت خدات اللي كانوا شافوا في البلوك كيفاش شريت أنا الدار هنا وكذا ديك اللعيبة حيت درت شي بلوك في شي ثلاث الحلقات كيفاش شريت وكيفاش قدرت وكيفاش درت الموتير كيفاش خديت الإقامة كلشي راه داير فيديو واحد السيده انا كنت خديت عندها اير بي ان بي يعني باش تعرف قصه كامله هي أه. كنت كتبت ليها قلت لها انا راه كنت وقعت لي واحد المشكل مع كندا ومرات داكشي قلت لها راه بغيت نجي زعما انفيستي تما شوفي لي شي حاجه ولكن ما تكونش غاليه بقات كتشوف دوك اللي كنصيفط لها انا فواحد الابليكاسيون قلت لها ما عجبونيش انا راه شفت واحد الدار حدا الدار ديالي هي شراوها انا في 1988 يعني شراوها بشي 45 الف دولار ذاك الوقت 45 مليون قالت لي دابا راه طايح العقار وطايح الدولار وداك الشيء عنده يعني طايح على الليره راه غادي تقام عليك مزيانه الا بغيتي تربحو قالت لي راه هذا السيد يعني مزروب على الفلوس حيت ديك اللي فوقك مقيومه ب 45 يعني 45 مليون بحال شريت انا 15 مليون اذا جينا نشوفو قلت لها توكلي على الله مسكينه هي واخا ما كتعرفنيش ما عرفتش علاش تاقت فيا الله اعلم حيت كان بين ظريف وداك الشيء مع انني تلاقيت معاها مره واحده تقريبا خلصت جات خلصت النص في الدار ولا شي حاجه وقالت لي يا جي والمشكله كانت وقعت لي مشكله باش غنخرج من المغرب في شهر واحد مع ديك اللعيبه اللي غادي باش خاصك ديك ورقه المغادره وداك الشيء ما المهم شي حاجه قدرت مع حاجه وقدرت انني نجي صافي وقدرت الامور خلصتها جاب الله زربنا عليها مي الحمد لله انفستيسمون مزيان انا صراحه طونتي لا شونط على ان اللي راه غطلع طلعت ولا ما طلعتش المهم انا عندك دار في الطاقه اخر كيسيون نسولك بايون مرحبا هذيك ديال 45 شحال شديناك على العصا ديال 45 شحال تقدر تدخل ليا في اير بي ان بي في النهار ايضا شحال دخل لي في اير بي ان بي السيده اللي سكريه هنايا السيده كريه هنايا كدير لها داير لها تقريبا شي 40 دولار بحال هكا 50 دولار اللي دايره لي هنايا شويه غالي هاد البلاصه غاليه غير في الصيف هاد البلاصه غاليه بزاف في الصيف باش تفهم هنايا الصيف تلقى واحد 70 دولار فين لا الصيف كثر الصيف راه المهم على حسب اش بغيتي تكري واش بغيتي تكريها مثلا الشهر راه تقدر تكون 5000 درهم مثلا بغيتي تكريها الشهر ولا شي حاجه يعني دوز واحد الخمس شهور تقدر تلقى كاريه بحال هكذاك 5000 درهم وابخي راه الكرا دابا اقل حاجه 2700 بحال هكا 2500 بعدا اللي ملي كنا كنقلبوا
انا صراحه ما كان ما كنت لا شي واحد حتى انا تبان شو فينا انا شوف ايه تبان شو ذاك الفقر ما عندناش اخويا باش نمشيو للقهوه الفقر طلع عليا انا واخا اول مره معاك قول لي الفقر حنا اللي الفقر والسعاده بخير قبل علينا وصافي كمل لي قيوس وتكمل لي كيف قلت لك المهم انا ما كنعرفش بزاف العاقل باش تفهم انا راه فين ما غادي باش تعرفني تقول هذا شي واحد كيف انا راه ديال ما تيسرات الامور غادي ما انا كنت جاي لهنا السيد ما كنعرفوش عاطيه الفلوس بحال هكذا مع السيده كانت مشات عاطيه تركي يقدر يقول لي اسمي هنا انا غادي كنقول شوف الى صدقات غادي ندير بلوغ كيف كيف كيفاش شريت ما صدقاتش غادي ندير بلوغ كيف عليا غادي مع ان القناه زعما مونيتيزياش ولكن اللي كيعجبني مره مره ندير بحال هكا مغامره نغير المود وصافي ونعطي شي حاجه اللي نقدر نفيد بها الدراري وصافي كاين واحد سابق هنايا تعرفت عليه من بعد مجيد جابري هو صراحه اللي كيفهم في العقل هنا ما عرفتش راه يقدر يكون في المغرب يقدر يعطيك معلومات اكثر حيت هما كيكون ديجا عندهم العقل في يدهم وهو صراحه تطلقت معاه من بعد ويقول لي راك غامرتي حيت واش دوزتي عند ليكسبير قلت ليه ما عرفتش قال لي واجي نشوفوها قال لي الحمد لله بعدا راه مزيان زعما ما فيهاش اشكال تما ما عارف والو غادي غير تيسير الله صدقات هي هذيك ما صدقات صافي ولكن راه قلتها الدراري قلت له عندك وتغامروا بحالي حيت انا راه في الاخر راه داير داكشي يعني العاجبني الحال وصافي ولكن واحد ما يجيش يغامر هنا حيت الا دخلتي في لي زابليكاسيون ديالهم غيبان لك راه تبان لك دار 14 مليون 16 كذا ولكن راه ما تعرفش فهمتي راه كاينين زعما سكاما موجودين لا ماشي على سكاما راه كاينين المشكله هي ديك الدار واش فيها اشكال لا واش ديك الدار فيها اشكال وممكن تلقى في جديد زعما الا عندك واحد 35 كا ولا شي حاجه 40 كا تلقى الدار جديده في منطقه واعره كاع بزاف اصدق على 35 كا 40 كا في المغرب ما تشريش لك والو وراه طايحه عندهم الليره دابا راك تجي هنا راك تعيش مالي المهم هذا الدار رخيص بعدا بزاف مقارنه مع المغرب باش نجيك صريح يعني اين مدينه انت انا اسطنبول بالضبط اسطنبول ماشي العاصمه مي العاصمه الاقتصاديه ديالهم الهوته لا رخيص بزاف بدل المعيشه اي حاجه تركيه رخيصه بزاف تقدر تشري المهم اي حاجه رخيصه المعيشه الى زعما معنا دوز مع المدام تقريبا واحد الوقت بواحد الناس ما وحاولنا نشدو بينا نشدو الحساب تقدر تجيك واحد 1200 درهم في الشهر الماكله وعيشة والله ومسرك العاد ما تفرق 1200 درهم بحال هكا يعني بالخضره ديك التخربيه المغرب كاع كتطلق لك 5000 درهم ولا 1000 درهم حيت رخيص عنده بحال دوك الخضار وداك الشيء خاص عمر ما عرفت صراحة أنا عجبني الجو جيت لذاك الجو عجبني وصافي ودوك الفلوس اللي غادي نخسرهم في الهي في المغرب كي تخسروا في الانيفتي معلم دابا انت يونس تخدم الدومين ياك انا باش كان ما اللي كيعرفني الدراري انا كندير كل شيء يعني اي حاجه اللي خصني ديفلوبي انا تعرفت تقريبا في الاودينس الاجنبيه في 2012 هي انني كنخلق طرق جداد من الربح على الانترنت ماشي شي حاجه اللي معروفه خصني انا نخلقها جديده ما كايناش يعني اولا بحال دابا دخلت لي نفتي خصني نخلق شي حاجه جديده اللي نقدر نعطيها كفالور اجوتي دخلت الدومين خصني نخلق شي حاجه جديده اللي نعطي كفالور اجوتي للدراري وهذا الشيء اللي كندير يعني والحمد لله شي حاجات كنكون درتهم ذاك العام هما اللي كيخدموا عليا هذا العام انا كنلعب على الباسيف انكم ما كنخدمش على انكم اكتيف اللي كنخدم عليه كنكون شي سيت درتو ذاك العام راه خدام عليا هذا العام كنكون دابا شي دومين شريتو هادي 6 شهور كيتباع لك كيفورني عليك واحد 6 شهور ديال ما تخدمش فهمتي دونك انا المهم كنامن بان الانترنت كاين اللي كيامن بالانترنت خصو يربح منها بزاف وانا عاود من داك الجهه نتاع الانترنت كباسيف انكم يعني انا الانترنت خصني مشيت للانترنت باش ماشي تخدم عليا حيت انا كنت بغيت مثلا فلوس بزاف كنت غنجلس كسيفيل يعني حيت انا كندير انجينيور جيني تيفي دونك تجلس تما غدبر على بلانات كبار غدبر على بروجيات كبار وتبقى يعني تانكريزي وبعدا ضامن راسك فهمتي المهم بعدا انا فاش كنت انا في بيت ديال
داكشي ديال لي زوفراج دار كانت باينه لي كاينه تما العاقه، ولكن في الاخر كتبقى عندك قدام عند واحد واخا انك ضامن التالير ديالك ولا شي حاجه، واخا كاع ما عرف شحال غادي يعطيك. وكيعجبني بحال هكا كانترنيت كتكون كدير داكشي اللي بغيتي، تقدر تسافر تقدر، فهمتي؟ دونك ليبر. ليبر هذا الشيء اللي كتخدم عليه، يعني الشيء اللي خصو يخدم عليه الواحد. وانا كنحاول نقول الان دراي نعلمهم غير كيفاش يفكروا، فهمتي؟ انا اهم حاجه بالنسبه ليا هو الواحد يستعمل الويب بالطريقه، ماشي يبقى تابع ليا طوندونس. انا دابا غنشرح لك لي نفتي، الا كنت غنشرحها علاش كياخذ لي شي وقت، غنشرحها لك بالاساسيات ديالها، حيت غتلقى واحد الحاجات اللي انت تقدر تصنع منهم حاجه اخرى. ماشي نشرح لك تمشي تابع التراند او لا كود وتطبقه حرفيا وتقول الله يصدق لي، لا خصك تعلم باش انت تكون واحد، يعني تكون كرياتيف، دير شي حاجه جديده، حيت الانترنت عباره عن وسيله كنستعملوها حنا كيف ما بغينا، ماشي نبقى تابع والدراري شنو هو الجديد والدراري بغيت الفلوس كذا. بورسونتاج نتاع 1% ولا 2% اللي غيصدق لهم داك الشيء، 99% ما غاديش يصدق لهم. ديما تعلم، ماشي مشكل انك تاخذ كورس ولا تاخذ شي حاجه اللي تسهل عليك الخدمه وتكوبيها، ولكن شي حاجه اللي تكون فيها فائده، شي حاجه اللي تكون فيها تستفد منها تكنيكلي، باش انت على الاقل كتقول انا استفدت هذه الحاجات غنطبقهم في هذه الحاجه اخرى. يعني مره بعد مره بعد مره كتلقى بان عندك واحد انت عندك كيما كنقولوا صنعه في يدك، عندك شي حاجه ما دير، ماشي غير هكاك غادي كدوز في الويب 10 سنين كتلقى راسك ما درتي والو، مالها ما صدقات ليش، مالها ما صدقات ليش، فهمتي؟ هادشي راه ماشي شاكك خصو يكون. دونك الفيزيون ديالي هي الدراري يتعلموا يمشيو بهكذا، ما كرهتش انه انفيستيو مثلا في دومين حتى هو ويسهل عليه الله يتبع عليه شي نهار ويمشي يشري به دار ويدير به كذا، ماشي مشكل كنوع ديال الانفيستيسمون. هذاك هو علاش كنحاول نشرح لهم هذا الشيء. سو المهم هذا الشيء اللي صراحه اللي الله يلا بارك نتمنوا لهم خير ان شاء الله. ان شاء الله الله يحفظك ابو يونس، والله الا سيستم بليزير ابو يونس. الله يحفظك ومازال ان شاء الله الله يبارك فيك، تقدر تستافد من اللي يقدروا يستافدوا من الدراري اكثر ان شاء الله من بعد. غنديروا السيمانه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله انا نعلمك، انا غنعلمك بيومين قبل، يعني الا كانت السيمانه الجايه نعلمك بيومين باش تكون انت يعني واجد على راحتك. نقول لك واحد اللعيبه ابو يونس تدويش. لا لا اي تدويش شويه وصافي شويه وصافي تدويش بخير بيس. لا 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 مشكل الله يحفظك يا الله، لي فراسك اسمع لي الله يتقبل الله يتقبل الله يسلم عليك.